شنو كناكل في النهار باش يبقاو عندي لي زابدو نكون واجد للصيف؟ يلا نوريكم. من بعد الورك اوت مشيت للكوزينه وخديت البيض من الثلاجه، خلطته مع الشامبينيون وحطيته في واحد المقله صغيره، مشيت الخبز في الفران باش يتقرمل، وبديت كنوجد في ذاك البريكفاست ايج بيجل جوار. بديت كندير لكم شتيحه د العمان. ايوا مهم، جا وقت الغدا ومشيت للكوزينه باش نوجد. لا لا تسنى، نلبس الشورت بعدا حيت راه صح. المهم قطعت الدجاج، خرجت الخضره من الثلاجه، قطعتهم حتى هما باش نصوب واحد تشيكان تيرياكي ووك. خلط داكشي مزيان وبدا كيجيني الصهد. ايوا مهم، شوفوا لي هذا التشيكان تيرياكي ووك، ضربته على خاطري. في وسط النهار جاني جوع، مشيت باش نخرج الدلاح حيت راه جا وقته، قطعت الطريفات درتهم في الزلافه ومشيت نضرب داك الدلاح على خاطري في لاتيراس. في العشاء خرجت واحد لاباط ديال البيتزا، درت فيها لاصوص ماتيشا، الفلفله، الشامبينيون، وضروري كملتها بالبروتين. شيت داكشي في الفران باش يتقربل، وانتوما شوفوا لي هذا الهيلثي بيتزا. او شوف ما تزابيش.